طيب نكمل يا شباب. فكان معي عمر، موجود بعد عمر؟ موجود دكتور. فعمر اللي كنا نحكيه انه بصير اني اعرف two functions بنفس الاسم بشرط السيجنتشر يختلف تبع هذول التو فانكشنز، فبالتالي اما يختلفوا انواع الباراميترز او ترتيبهم او عددهم. اوكي، يعني ممكن واحد مثلا احكي انت بتستقبل انتجر دبل، والثاني اقول له انت بتستقبل دبل انتجر، كمان بصير ما في مشكله. المهم اشي يختلف بالسيجنتشر اللي يقدر الكومبايلر يميز لما انت تستدعي، يروح يستدعي مين. فلما انت تستدعي وتبعث له دبل بعدين انتجر بيروح بيستدعي هذا، لما تستدعي وتبعث له انتجر بعدين دبل بيروح بيستدعي هذا. اوكي، عشان يقدر يميز هو مين يستدعي الاس كيو ار الاول ولا الاس كيو ار الثاني. واضح عمر؟ واضح واضح. طيب هذا بنسميه يا شباب، هذا بنسميه فانكشن اوفرلودنج. موجود عندكم بالسلايدات بس بنهاية الشابتر، بس يعني كان مناسب اني اشرحه هون، برجع بعطي عليه كمان اكزامبلز لقدام او بنوح على بعض الملاحظات. بس اسمه فانكشن اوفرلودنج، يعني اذا لو رحنا على السلايدات ومشينا لقدام شوي، يعني بعد هذا كله باخر تقريبا، يعني الموضوع قبل الاخير بالشابتر. ايوه، فانكشن اوفرلودنج. Function overloading هو functions with the same name بس different parameters. Okay؟ نفس الاكزامبل معطيه السكوير، واحد بيستقبل انتجر واحد بيستقبل float. احنا عملناها بيستقبل دبل. طبعا الفلوت بجوز ما اخذناها، الفلوت هي زي الدبل، هي رقم عشري. بس الفلوت حجم اصغر، الدبل حجم اكبر، بس هذا الفرق ما بينهم. تمام، فنفس الاكزامبل، يعني حتى هون بالاكزامبل عامله دبل مش فلوت، هو اكزاكتلي نفس الاكزامبل اللي احنا عملناه. يعني هذا الفانكشن اوفرلودنج كان مناسب اني احكي عنه الان. طيب بعد الفانكشن اوفرلودنج اجى بحكي عن الفانكشن with empty parameter list، اخذناهم سوينا two examples على print. اوكي، فهذول كمان غطيناهم. الهيدر فايلز الان بدي اغطي هذا السلايد، فيش يعني شرح كثير عليه هنا، لكن هو يعني فعليا جزء عملي هو. خلينا نيجي نعمله هون. طبعا يعني قبل ما نعمل الهيدر فايلز الان بالمقابل، اذا بدي احنا الان استدعى لي باخر اكزامبل سويناه، استدعى لي السكوير الثاني اللي بيستقبل دبل، لو بدي اياه يستدعي اللي بيستقبل انتجر، يا اما بدي اعرف فاريبل انتجر، او بقدر مثلا اجي احكي له سي اوت، احكي له مثلا ذا سكوير اوف 5 is، واجي اطبع sqr of 5. انا كلير اعطيته اياه انتجر، تمام، انا هون اعطيته اياه انتجر، فبالتالي بده يستدعي مين؟ يستدعي تبع الانتجر. فالاصل يطبع لي كم تاع الانتجر؟ بس بضرب الرقم بنفسه، الاصل يطبع لي 25. طيب 6 هذول الآن مش مهمين. نتفرج على هذا، احنا فهمناه، حكينا الـ N1 لأنه معرف على إنه دبل فهو اعتبره دبل، فبالتالي ضربه بنفسه زاد لواحد فطلع معه 5. أما هون الخمسة أنا أعطيته إياها 5 فهو اعتبرها انتجر، فبالتالي بس ضربها بنفسها.
أما بالمقابل لو أحكي له احسب لي لل 5.0 راح يعتبرها دبل، فبالتالي راح يقول 5 ب 5 25 زائد 1 26. سكوير في 5 26. لو أعطيته مثلاً 5.5 طيب الخمسة ونص إيش طلع لي السكوير لإلها؟ 31. هو الأصل لأنه أعطيته دبل فاليو يضرب الرقم بنفسه يجمع له واحد. خلينا نفتح الكالكوليتر نضرب 5.5 ضرب 5.5 والناتج هي يساوي الناتج نجمع له واحد، كم الناتج؟ 31.25. ليش البرنامج طلع لي 31؟ ليش شال الربع؟ يا شباب يلا نشوف. يارا تفضل. يارا لانه احنا عرفنا النتيجه تطلع بالانتجر مو بالدبل، لانه الريتيرن تايب تبع هذا الفانكشن اللي بيستقبل دبل هو صح استدعى هذا الفانكشن، لكن الريتيرن فاليو بعد ما حسبها وطلعت معه 31.25 رجعها كانتجر، فقام لغى الجزء العشر اللي فيها. الان لو هون حكيت له لا انت بترجع دبل، واجيت هون حكيت له انت بترجع دبل، هنا rebuild start without debugging. الان طلع لي 31.25 ولا لا؟ طلع لي اياها. تمام، واضح يا شباب؟ بدي اياكم يعني فاهمين التفاصيل هاي كامله، يعني بحيث اي برنامج ينطلب منه اوتبوت انت بتعرف اكزاكتلي تطلع الاوتبوت يعني بحذافيره من غير اي مستيك ان شاء الله. طيب نرجع الان لشغله الهيدر فايلز. الان اللي بدنا نتعلمه باللي خلينا نحكي العشر دقائق القادمه كيف اعمل برنامجي بس يكون في المين بروجرام، والفانكشنز هاي اللي انا عملتها تكون موجوده بفايل منفصل، تكون موجوده لحالها بفايل منفصل. جايين التوبيك اللي جاي. طيب تكون موجوده بفايل منفصل، يعني بمعنى اخر بدي اعمل لايبراري خاصه فيي احط فيها الفانكشنز تبعوني، والمين هذا لما بده يستخدم هذول الفانكشنز بس يعمل انكلود لللايبراري تبعتي. فتفرجوا اللايبراري هاي كيف بعملها. اللايبراري بتكون مكونه من تو فايلز، واحد منهم .h بسميه header file، واحد منهم .cpp بسميه source file. source file بنعرفه بس الجديد علينا الheader file. طيب فخلينا نعمل library مع بعض. الheader إذا بتتفرجوا هون على اليسار إحنا لما عملنا البرنامج إحنا أضفنا file على source file سميناه myfirstprogram.cpp. الآن بدي أضيف header file، إذا شايفين هون في فولدر اسمه header files، بدي أعمل عليه right click أحكي add new item وبدي أختار header file .h، أختار header file .h وأسميه الاسم اللي بدي إياه. خليني أسميه مثلا مبدئيا my library، اوكي ماي ليب، واحكي له اد.
يضاف لي إياه هذا mylife.h. طيب وبدي كمان إيش؟ بدي another source file، بدي أضيف another source file، بدي أروح على source files أضيف كمان source file، أحكي right click على source files add new item، المرة هاي أختار C++ file .cpp، بدي أسميه برضو الاسم اللي بدي إياه، أفضل يكون نفس اسم الهيدر فايل، أفضل لكن مش شرط، أفضل مشان أنا كبروغرامر أعرف إنه هدول إلهم علاقة ببعض، هدول library واحدة مع بعض، فهي mylibrary.cpp. هاي ضفنا ال cpp فايل، صار في عندي انضاف .h فايل و .cpp فايل إجداد غير الـ .cpp الأصلي اللي عندي. طيب هذول الـ library تبعتي، أنا إيش بدي أساوي؟ اللي بدي أساويه إنه الـ header file على إيش رح يحتوي؟ الـ header file رح يحتوي على الـ prototype، تستبعون الـ functions اللي بدي إياهم يكونوا بهاي الـ library. فإذا أنا بدي كل هذول الـ functions اللي عملناهم الخمسة يكونوا بهاي الـ library، بدي أجي أقول له هذا كله بدي أشيله من هون، هاي cut، بدي أحطه وين؟ بالهيدر فايل. تمام، function prototypes كلهم بيجوا بالهيدر فايل. طيب هاي خلصنا من الهيدر فايل، الآن الـ .cpp فايل التابع لهاي اللايبراري إيش بده يكون فيه؟ بده يكون في الامبلمنتيشن تبع هذول الخمس فانكشن، يعني بدي اروح هون واجيب الامبلمنتيشن اللي هم هذول اللي تحت المين كلهم هذول، الامبلمنتيشن تبع الفانكشن الاول تبع الثاني تبع الثالث تبع الرابع تبع الخامس، بدي اعملهم كت من هون اشيلهم، رجل فانكشن الان الرئيسي تبعي بطل فيه الا بس ايش المين بروجرام. طيب عملت لهم كات، بدي اروح احطهم وين؟ هون. تمام، وهاي سيف. طيب الان هذا الامبلمنتيشن فايل لانه في كود ممكن يحتاج لانكلودز زي هون مثلا، مش متعرف على السي اوت، مش متعرف على الاند ال، ليش؟ لانه هو بحاجه لانكلود اي او ستريم. بالتالي أكيد بدنا الـ using عشان ما أضطر أكتب الـ std. الآن صار ما عنده مشكلة هون، بطل في errors. أوكي، هاي ضبطنا الـ implementation file. فإذا في عندي implementation file للـ library وفي عندي header file للـ library. الـ header file في الـ prototypes، الـ implementation file في الـ implementation و definitions لهذول الـ prototypes. طيب نرجع للـ main program الآن، لأن الـ main program ممكن يكون يعني main program لبروغرامر مختلف عنك، أنت بس بدك تزوده بالـ library، أنت بدك تحكي له أنا عندي library فيها هذول الـ functions إذا بتحب تستخدمهم، هو قال لك أنا حاب أستخدمهم، قام هي يستخدمهم بالـ main program تبعه، صح؟ ترى هذول السيمات والاي او اس والاي او مانيبيوليشن ما لهم داعي، صح؟ مش مستخدمينهم احنا، ما الاي او ستريم مستخدمينها لانه عاملين سي اوت. طيب فالان لما اجي بدي اعمل رن، فهي هو استخدم الفانكشنز الموجودين عندي باللايبرري، هي مستدعي البرنت ويلكم، مستدعي البرنت جود باي، مستدعي الاس كيو ار، مستدعي الماكسيمم، مستدعي الاس كيو ار الثاني. اوكي، بس إذا ملاحظين معظمهم في تحتيهم خط، يعني بتوقع لما أعمل ريبيلد الآن أعطاني زيرو سكسيدد، ففي عنده مشكلة. شو المشكلة؟ هاي لو أجي على الإيرور الأول مثلا يقول لي هذا مش معرف عندي البرنت ويلكم، نفس الإشي السكوير مش معرف عنده ولا الماكسيمم ولا البرنت جود باي. طب إيش الإشكالية؟
إيش الإشكالية شباب؟ مين بيعرف؟ طيب خليني أكمل أنا. الإشكالية إنه أوكي هو بده يستخدم اللايبراري، بده يستخدم الفانكشنز اللي باللايبراريز، بس الآن أنا لما إجيت مثلا بدي أستخدم out اللي هي موجودة بالآي أو ستريم، بقدر أستخدمها من غير ما أعمل include للآي أو ستريم؟ ما بقدر. لما أشيل الانكلود هاي، لما أشيل هاي الانكلود رح يعطيني ايرور على السي اوت والسي ان، بطل يعرفهم. اوكي، فإذا عشان أستخدم library لازم أكون عاملها include. فإذا إذا أنا بدي أستخدم هاي library اللي إحنا عملناها my library لازم أعملها include بالمين بروجرام تبعي اللي بدي استخدم فيه. فكيف بدي اعملها انكلود؟ هذا بدي كمان تركزوا فيه. بدي اعملها انكلود طبعا مع الانكلودز اللي فوق، خلينا نكتبها هون بنفس الكيورد انكلود، لكن لانها لايبراري مش موجوده باللغه ما بستخدم لها الاقواس less than و greater than، بستخدم لها دبل كوت دبل كوت. ليش؟ لأنها library أنا عملتها مش موجودة باللغة. الآن بكتب اسمها، أي اسم بكتب؟ في عندي اسمين mylibrary.h و mylibrary.cbb، بكتب .h دائما mylibrary.h. الآن إذا بتلاحظوا راحت الخطوط اللي كانت تحتيهم. الآن لو أجي أحكي له rebuild succeeded، لو أجي أحكي له run طلب مني هاي ثلاث أرقام، حكى لي الماكسيمم ثلاث، السكوير تبع الواحد اثنين لأنه استقبله كدبل، أما السكوير تبع الخمسة 31.25 لأنه برضو استقبلها كدبل، إحنا جوا بالكود معطينه إياها 5.5 مش 5 هو استقبلها كدبل، هي فعليا هاي السكوير of 5.5. تمام، فهاي الطريقة اللي عملت فيها separation، دائما separation أفضل، أفضل من إنه برنامجي يكون مكتوب كل شيء فيه. للreusability أفضل. إذا أول step للreusability أخذناها إني أعمل functions، إني ما أكتب كل إشي بالمين بروجرام، لا أفصل برنامجي لفانكشنز وبالمين أستدعي هذول الفانكشنز. الستيب الثانية بالريوزابيليتي إنه هذول الفانكشنز ما يكونوا بنفس الفايل تبع المين، لأنه المين ممكن يكون بروجرامر ثاني مش أنا، فبعملهم بتو سيبريت فايلز، واحد فيه البروتوتايبس وواحد فيه الامبليمنتيشنز، وهذول بيكونوا لايبراري لإلي، بقدر بعدين أخلي أي حدا يستخدمها عن طريق إنه يعمل include لهاي اللايبراري باستخدام الدبل كوتس مش باستخدام less than والgreater than، لأنها مش predefined library، user defined library. تمام يا شباب، هاي بالنسبة للسلايد هذا بس حاكي بوليتس هيك ومش شارح يعني كيف هذا الإشي بنعمل. اوكي يعني شرحنا لكم اياه بالتفصيل. طيب الان الموضوع اللي بعده بده يحكي لنا عن بعض الفاريبلز اتريبيوتس، فبده يرجع يركز على موضوع اللوكال فاريبل وموضوع السكوب اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. اوكي، بده يرجع يحكي عنه ويحكي عن شيء جديد اسمه الستورج، عن نوع جديد من الفاريبلز اللي هو الستاتيك فاريبل. اوكي، فخلي الستاتيك ممكن للمحاضره القادمه، ما نلحق نحكي عنه المحاضره هاي الستاتيك فاريبل. خلينا بس نرجع نعمل مراجعه للسكوب اللي شرحناه المره اللي فاتت باكزامبل جديد موجود عندي هون. الستاتيك حكينا خلي المحاضره القادمه، بس خلينا نيجي نتوسع بموضوع السكوبينج. احنا ب المره اللي فاتت شفنا انه لما انا ابدا اتبع البرنامج وابدا بالمين، اول إشي
بيجي بيعمل لي سكوب للمين، اتفقنا؟ وبعرف ذي الفاريابلز اللي تابعة للمين زي N1 هنا N2 N3. بعدين اتفقنا بلحظة معينة لما يجي مثلا يستدعي الفانكشن ماكسيمم، لما يجي يستدعي الماكسيمم راح يروح على الامبلمنتيشن تبعه، فبيجي هون على الامبلمنتيشن، فايش بيجي بيعمل؟ بيجي بيفتح سكوب للماكسيمم، فبيفتح سكوب لهذا الفانكشن. هذا السكوب بيبدا يعرف الفاريبلز اللي بالباراميترز اول، بعدين الفاريبلز اللي جوا، فبيعرف عنده N1، بيعرف عنده N2، بيعرف عنده N3، اوكي، وبيعرف عنده الماكس. وحكينا هذول ال N1 وال N2 وال N3 بيختلفوا عن هذول ال N1 وال N2 وال N3 تبعون المين، ما إلهم دخل ببعض، لكن ممكن ياخذوا قيم بعض اذا بعثوا عن طريق البارامترز، عن طريق الارجيومنتس في المين. تمام، هذا يعني اللي حكيناه المره اللي فاتت. في عندي سكوب للمين، في عندي سكوب لكل فانكشن، هذا كله لوكال سكوبس لكل فانكشن. تمام، هذا اللي كنا نحكي فيه المره اللي فاتت. طيب نرجع للسلايدات. السلايدات الان تحكي في عندي الفانكشن سكوب، هذا اللي اخذناه احنا اللي هو اللوكال سكوب تبع كل فانكشن، وفي يعني واحد زياده هنا ضايفه، في سكوب على مستوى الفايل. السكوب اللي على مستوى الفايل هذا الفاريبلز اللي بيكونوا فيه بتعرفوا برا المين. احنا عمرنا ما عرفنا فاريبل اجينا هون برا المين قلنا بدي اعرف فاريبل انتجر اكس، فرجوا ما اعطى عليه ايرور، بيقبل. هذا بنسميه بالسي بلس بلس بنسميه جلوبال فاريبل. جلوبال ليش؟ لانه السكوب تبعه الفايل سكوب. يعني شو معنى الفايل سكوب؟ يعني اي شيء داخل هذا الفايل بيقدر يشوف الاكس. فطبعا انا عندي بهاي الحاله جوا الفايل هذا ما عندي الا المين، الان بدي ارجع يعني اخذ اكزامبل اعطي شيء ثاني، يعني احكي مثلا انتجر QR of integer مثلا y، اوكي، واجي ابني مثلا y ضرب y زي ما كنا بانيينه قبل شوي. الان اللي بدي احكي انه الاكس هذا المين له اكسس عليه والاس كيو ار له اكسس عليه. ليش؟ لانه جاء معرف براتهم الاثنين، اما ال N1 هي معرفه جوا المين ما الها اكس، ما له اكسس عليها الا المين، ما بشوفها الا المين. الواي هاي معرفه جوا الاس كيو ار، ما بشوفها الا الاس كيو ار. هذول اللي سميناهم فانكشن سكوبس. اما الانتجر وسميناهم لوكال فاريبلز، لوكال فاريبلز تابعين للفانكشن اللي هم جواتهم. اما هذا جلوبال فاريبل تابع للفايل كامل، فبقدر اعمل اكسس عليه بالمين، بقدر اعمل اكسس عليه بالسكوير، باي فانكشن موجود داخل هذا الفايل هو تابع لهذا الفايل. تمام، هذا الفايل سكوب. ام ناخذ اكزامبل. طيب وفي عندي البلوك سكوب. البلوك سكوب هذا اخذناه زي لما كنا نعرف فاريبل داخل الفور. الفور إلها بلوك معين، يعني أنا آجي أحكي فور انتجر I تساوي صفر I أقل من عشرة I بلس بلس. تمام، الانتجر I هاي تابعة لهذا البلوك، البلوك تبع الفور، فجوا الفور إلي أكسس عليها، بقدر أقول له سي أوت I. أما برا الفور أجي أقول له سي أوت I ما بعرفها، هيحط تحتيها خط. ليش؟ لأنه هذا الفاريبل اتعرف داخل الفور، فبنسميه بلوك سكوب. السكوب تبعه هو البلوك تبع الفور،
وبالمناسبة أنا بقدر أعمل بلوك بأي مكان، يعني بقدر واحد يجي فجأة هيك يقول بدي أفتح قوس بلوك وأسكره بعد فترة، أسكره هون، رش صار في عنده بلوك ما بيأثر على الرن لكن بيأثر على التعريفات. إذا في جواته variable تعرف، بصير هذا هذول الثلاثة variables اللي تعرفوها لازم يكونوا تعرفوا داخل البلوك، ما بقدر أشوفهم إلا جوا البلوك. فالآن هون أعطاني عليهم error لما يجي تعملهم cn، يقول لي أنا مو شايفهم، مش معرفين عنده. ولو رجعت عرفتهم مرة ثانية هون، الآن تعرف عليهم لكنهم بيختلفوا عن هذول اللي موجودين بالبلوك، اللي هون بيختلفوا عن هذول. أوكي، هاي مثلا رجعت هون بطل شايفهم، لو أرجع أوسع البلوك أقول له تعال لهون البلوك يسكر، ما عنده مشكلة شايفهم لأني استخدمتهم بنفس البلوك اللي تعرفوا فيه، بس بطل شايفهم هون. أوكي، واضح؟ هذا بنسميه ايش؟ البلوك سكوب. طيب نرجع للسلايدات، هذا بنسميه البلوك سكوب. فالبلوك هو اللي بيبدا بكيرلي بريس وبينتهي بكيرلي بريس، او يكون تابع لجمله فور، جمله اف. اوكي، يصير التعريف داخل هاي الجمل. طيب، والفانكشن بروتوتايب سكوب هذا شفناه، اللي هو اذا متذكرين كنا نحكي انه بالفانكشن بروتوتايب، هذا بروتوتايب، هذا بروتوتايب. الفانكشن بروتوتايب كنت احكي لكم لو كتبتوا اسماء الفاريبلز او ما كتبتوهم ما بتفرق. ليش؟ لانه البروتوتايب تبع السكوب تبع البروتوتايب بينتهي عند السيميكولون، فانت زي كانك عرفتهم الفاريبلز اكس واي وزد وبعدين الغيتهم، التغوا بالتغاء السكوب تبعهم، فما استفدت منهم. عشان هيك قلنا بيعتمد التعريفات اللي بعملها هون، بيعتمد هدول N1 N2 N3، ما راح يعتمد X Y Z. أوكي، هذا بسميه الفانكشن بروتوتايب سكوب. الكومبايلر شو بيعملهم؟ بيعملهم إجنور، وهم إيش؟ أوبشنال، إني أعرف variables داخل البروتوتايب. طيب الآن بدنا نيجي نأخذ هذا الإكسامبل، بدي أعمل له كوبي. شوف كيف نقدر نتبع هذا الإكسامبل. أو قبل لا أعمل له كوبي، هيو مكتوب هون، خلينا نتبعه. خلينا نتبع هذا الإكزامبل. يا حدا حاب يتبع معي؟ ولا أمشي لكم أنا عليه؟ طيب بلشنا نتبع. الآن بهمني أشوف إذا في إشي معرف على مستوى الفايل، يعني الآن أول ما أتبع في عندي إشي على مستوى الفايل، هاي بدي أرسم يعني سكوب كبير. هذا بيستوعب إيش؟ بيستوعب الفايل كامل. أوكي، طيب خلينا قبل لا تخلص المحاضرة يا شباب، هذا الفايل سكوب، هذا سكوب على مستوى الفايل. هذا ايش تعرف فيه؟ تفرجوا، تعرف فيه جلوبال فاريبل هيه هون اسمه اي. فاذا تعرف على مستوى الفايل فاريبل اسمه اي وتخزن فيه 8. تمام، هاي دن. طيب بعدين هذا function prototype،
ما في عندي فيه مشكلة. function اسمه square بيستقبل integer وبرجع integer. طيب بعدين إجا الآن بلش بالمين بروجرام، فإذا الآن بده يفتح سكوب للمين جوا الفايل، المين جزء من الفايل، إذا بدي أفتح سكوب للمين. طيب داخل المين يا شباب ايش اجى اول اشي عمل؟ اول جملة قال لي اطبع قيمة الاي، بغض النظر شو الجملة اللي قبليها، المهم قال لي اطبع قيمة الاي. طيب انا الان هون يا شباب، هل في عندي اي جوا المين؟ هيك بسأل حالي سؤال، هل في اي جوا المين؟ تعرفت جوا المين؟ لا. طيب ما بعطي ايرور مباشرة، لانه اللي وانا جوا المين الي اكسس على اللي جوا الفايل، لاني انا وانا جوا المين فعليا جوا الفايل، لكن بعطي اولويه بعمل اكسس للي جوا المين. اذا ما في شيء معرف جوا المين، فمشان هيك انا اجيت دورت على هل في عندي اي جوا المين. اذا في اي جوا المين معناته هو بيقصد اللي جوا المين، لكن طالما ما عنده اي جوا المين حتى الان فهو بيقصد اللي على مستوى الفايل اللي هي هاي. فاذا لما يجي يقول لي اطبع اي وهي مش معرفة جوا المين، عنده احتمالين، إما يعطي إيرور أو يلاقيها معرفة على مستوى أعلى من المين بشمل المين، هو لقيها معرفة على مستوى الفايل، فبالتالي ما رح يعطيني إيرور، رح يجي يطبع لي 8. إذا أول إشي بالأوتبوت حيطبع 8، هاي إذا شايفينها هون أول إشي طبع 8. طيب خلينا نكمل بعدين. بعديها إيش إجا عمل؟ لاحظوا فتح بلوك، حكينا إحنا بصير فجأة أفتح بلوك، فتح بلوك وسكره. إذا هذا البلوك بده ينفتح جوا المين. متى بيكون له أهمية هذا البلوك؟ خلينا نسميه بي، بلوك بي. أوكي، متى له أهمية هذا البلوك بي؟ أنا سميته بي إذا في variables اتعرفوا جواته، مش استخدموا جواته، تعرفوا، ركز على كلمة تعرفوا، في variables تعرفوا جواته إذا له أهمية. إذا إجينا عرفنا فاريبل اسمه I داخل هذا البلوك اللي هو داخل المين، لكن اتعرف الفاريبل داخل البلوك. إذا بدي أعرف فاريبل داخل هذا البلوك اسمه I، وأخذ قيمة كم؟ أخذ قيمة 6. طيب بعدين إيش صار عندي؟ إجا وبعده داخل البلوك هون أنا طلب مني اطبع الآي، وانا جوا البلوك بقول اول إشي بدي ادور هل في عندي اي للبلوك ولا لا. اذا ما عندي بدور على مستوى المين، لانه البلوك داخل المين، ما عندي بدور على مستوى الفايل. الان هو جوا البلوك صح له اكسس على هاي وعلى هاي لانه هو جوا الفايل كمان، لكن دائما بيعطي اولويه للي جواته هو مباشره، يعني بتدرج فيهم. فاذا في جوا البلوك بيستخدم اللي جوا البلوك، إذا ما في جوا البلوك بيستخدم اللي جوا المين، إذا ما في جوا المين بيستخدم اللي جوا الفايل، ما مش مباشرة بيطلع للي جوا الفايل. هون في عنده جوا البلوك، إذا رح يستخدم الستة، لما أقول له اطبع I رح تلاقيه طبع 6، وهاي الأوتبوت الثاني طلعناه. طيب جينا كملنا، الآن في ملاحظة مهمة، انتهى البلوك بينتهي السكوب تبعه. هاي الآي كلها بتبطل موجودة، خلاص انطبعت وبطلت موجودة، التغى السكوب هذا كامل لأنه انتهى. طيب بعدين ايش اجى صار عندي؟ اجينا الان رجعنا على مستوى المين، هون احنا الان على مستوى المين، اجى فجأة عرف لي اي، ها عرف اي مش استخدم اي، قال لي انتجر اي يساوي 7. فرج لو مش كاتب لي انتجر، قال لي بس اي تساوي 7، بيجي بقول ما في اي في المين، بيروح بغير هاي بيعملها 7، بغير الاي تبعت الفايل بيعملها 7، لكن هون ما راح يغير الاي تبعت الفايل. ليش؟ لانه قال لي عرف لي اي، فلما يقول عرف لي اي بده يعرف اي، في عنده احتمالين، اما في اي اوريدي معرفه جوا المين بيعطي ايرور، بيقول لي ايرور الاي اوريدي معرفه جوا المين، او بالحاله تبعتنا هون ما في اي معرفه داخل المين، فبالتالي رح يعرف لي اي جوا المين. فاذا بيجي هون بيعرف اي تاب على المين وبحط جواتها 7. طيب اجى بعديها قال لي اطبع الاي، هو هون قال لي اطبع الاي، انا داخل المين بقول هل في اي تاب على المين؟ نعم في اي تاب على المين، اذا رح يطبع لي 7، هاي 7 اللي بالاوتبوت اللي بعديها.
طيب بعدين إجا استدعى function اسمه square. إذا بده يعلم قلنا ويروح يفتح سكوب للسكوير. الفانكشن سكوير جوا الفايل، فرح يفتح السكوب جوا الفايل لكنه برا المين، تعريفه برا المين، فحيفتح سكوب برا المين لكن جوا الفايل واسمه سكوير. طيب بيجي بيبدأ الآن بهذا الفانكشن. أول إشي الفانكشن عرف له I، هاي local variable تاب على السكوير، ما إلها دخل لا اللي بالمين ولا باللي بالبلوك ولا باللي بالفايل، هاي local variable تاب على السكوير. وقلنا local variable اللي بالبرامتر ما بنتركوا فاضيين، أكيد انبعث له قيمة عند الاستدعاء، هاي عند الاستدعاء انبعث له I. طيب أي I؟ باجي بقول هذا الاستدعاء وين تم، وين كنت أنا؟ إذا متذكرين كنت هون لما استدعى، هون أنا كنت، هون أنا واصل، هون استدعى هو السكوير، كنت هون وقال له بعث له الآي. طيب شو الآي اللي عندي إياها وأنا واقف هون؟ عندي الآي هاي اللي بالمين. إذا بعث له السبعة قال له وديها إنبوت لهذا الفانكشن، هذا الفانكشن وين خزن الإنبوت تبعه؟ بالآي تبعته. إذا الآي تبعته هاي استقبلت الفاليو سبعة، فإجت السبعة هون. طيب إجا بلش بالفونكشن الآن، أول جملة كاتب عرف I بس حط عليها كومنت. ليش حط عليها كومنت؟ كاتب لك ليش، قال لك لأنه لو أشيل الكومنت رح يعطيني إيرور. ليش؟ ما بقدر أعرف كمان I جوا السكوير، هو في عنده I، ما بقدر أعرف أكثر من I، أوكي؟ فما بصير، مشان هيك هو عامل عليها كومنت، ما بقدر اعرف اي. لكن ايش اجى جوا عمل؟ قال لي سي اوت للاي، انا جوا السكوير وقال لي اطبع الاي او لا يطبع الاي تبعته اللي هي كم قيمتها؟ سبعه، فبالتالي راح يطبع سبعه، وهاي السبعه الاخيره اللي موجوده بالاوتبوت. بعدين بالسكوير اجى عمل لي ريتيرن اي ضرب اي، الاي طبعا تبعته اللي هي السبعه، قال سبعه بسبعه كم؟ 49، تتخزن باسم الفانكشن. الآن بلتغي السكوب هذا لأنه ريتيرن، وبرجع محل ما وقف هون، وكان مستدعي الفانكشن اتخزن فيه 49. وين تخزنت؟ بالآي، أي آي اللي وانا هون، وانا هون هي الآي تبعت المين، فبتلتغي السبعة تبعت المين وبنحط فيها 49. الآن لو رجع هون، ولا هو هي رجع بعد الاستدعاء بده يكمل، هي بعد الاستدعاء اجى ايش قال لي؟ اطبع الاي، اجى قال لي اطبع الاي بعد الاستدعاء، بده يطبع الاي، وانا هون بعد الاستدعاء بده يطبع الاي، اي اي؟ الاي اللي في المين اللي هي ايش؟ 49. اذا الان بعديها بده يطبع على سطر جديد، بده يطبع ايش؟ ال 49. بعدين ينتهي المين بيلتغي سكوب المين، وبنتهي الفايل كامل بيلتغي سكوب الفايل كامل، تمام؟ هذا الاوتبوت تبع هذا البرنامج. اوكي، هي 49 اللي كانت مش مبينه واحنا عاملين فول سكرين، اوكي، في 49 في النهايه. اوكي، راجعوا هذا البرنامج لحالكم، المره الجايه بناخذ كمان اكزامبل على السكوبينج، وبنتقي ناس يعني تحله. يعطيكم العافية.